عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة عايدة للوصفات المغربية والعربية. تنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله إبراهيم غادي نقدم لكم دجاج محمر ديال المناسبات والأعراس والحفلات. هذا الدجاج هذا غادي نبداو على التحضير ديالو على مراحل. كنت وريتكم فيديو سابق طريقة غسل الدجاج، اليوم غادي نوري لكم المقادير ديال الشرمولة ديال الدجاج اللي غادي ندهنوه بها وغنخليوه فيها كيبقى ليلة كاملة من الأحسن. إذا ما كانش المهم واحد 4-5 سوايع، ولكن يفضل ليلة كاملة باش كتدخل ديك العناصر في قلب بعضياتها. غادي نخليوه كيترقد، أنا ديجا موجدة وحدة ونوريكم الطريقة ديال الطهي ديالو. إذا نبداو بالمرحلة الأولى اللي هي نصايبو الصلصة أو عفوا الشرمولة. لهاد الشرمولة غادي نحتاجو، نعطيكم مقادير بالنسبة للدجاجة وحدة، السيدة اللي عندها أكثر من دجاجة تقدر تضاعف المقادير. إذا عندي جوج معالق كبار ديال قزبر مدنوس، عندي لب او القلب ديال نص حامضة مسيرة زولت لها العليفات ولا ديمات، عندي معلقة كبيرة ونص ديال الخرقوم، عندي خرقوم بلدي، عندي معلقة كبيرة ونص ديال سكينجبير. سكينجبير كيتواسب بطريقة كبيرة مع الدجاج بطبيعة الحال. عندي معلقة صغيرة ديال توابل الدجاج اللي فيهم سيبيسا وقرقلة، ان شاء الله مرحيم غادي نصيبهم من بعد. عندي نصف دامة ديال الزعفران الحر، الزعفران الحر نستعمله في المرق من بعد. عندي معلقة ديال السمن، عندي معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الملحة، لأن مستعملين الحامض ومستعملين الحامض هذا، يعني خصنا الملحة عينا ميزاننا. عندي معلقة صغيرة ديال الهريسة، وعندي جوج دروس كبار ديال الثومة، وعندي عصير ديال نصف حامضة أو جوج معالق كبار ديال الحامض. إذا هادو هما التوابل، على بركة الله غادي ندوز باش غادي نطحنهم. غادي نديرهم في خلاط كهربائي. اذا في الخلاط الكهربائي غادي نجيب، غنوضع اول حاجه الحامض ديالي، غادي ندير القزبر المدنوس، عفوا اسمحوا لي، اذا على بركه الله في الخلاط الكهربائي ديالي كنوضع العصير ديال الحامض، كنوضع القزبر المدنوس، كنوضع اللب ديال نصف حامضه ولا القشرة نحتفظو بها للتزيين، كنوضع عفوا الملحة والبزار، ثومة والهريسة، أيضا كنوضع الخرقوم، سكينجبير، السمن، نصف دامة ديال الزعفران، ومعلقة صغيرة ديال التوابل ديال الدجاج اللي فيهم سيبيسا وقرقلة. كنضيف واحد شوية ديال الماء اللي غادي يطحن ليا جوج ديال ربيع كاس اللي غادي يطحن ليا هادشي، وغادي نسد عليه. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الصلصة ديالي، كتجيب هاد الشكل هذا، ماشي الصلصة عفوا، الشرمولة ديال الدجاج. إذا دابا غادي ناخدو الدجاجة ديالنا على بركة الله وغادي نبداو كنشرملو فيها مزيان. اذا نقرب لكم باش تشوفوا معايا. ناخذ بسم الله هاد الشرموله اللي عندي وغادي نبدا ندير الدجاجه ديالي الشرموله ديالها، وكيف ما قلت لكم نخليوها تبات الليله كلها في الثلاجه باش كيدخل مع الشرموله وكتجي رائعه. مذاق ديال سيبيسا وديال القرقلة وديال الهريسة كتجي رائعة في الدجاج، كتسوى تا بواحد الشكل عجيب معاه. إذا بحال هاد الشكل كندخلو لداخل باش تدخلو لاصوص، نشرمو ليه مزيان، ندخلو له كاع البلايص بين جناوه هكا في العنق كاع الأماكن معايا. هاد الشرموله اللي بقات ما كتضيعش، كنشلو شويه التبصيل ديالنا وكنعملوها في الطنجره اللي غادي نطهيو فيها الدجاج بطبيعه الحال، ولكن حتى كنعمرو الدجاج ديالنا مزيان بالشرموله بالشكل هذا كما كتشوفوا. كنغمرو الدجاجه ديالنا بالشرموله، كتولي رائعه والريحه ديالها كتجي رائعة جدا. إذا الدجاجة ديالنا بعد ما تشرملات غادي نقطوها وغادي
نخيطوا لها الرجيلات ونخليوها ليله كامله في الثلاجه كتشرب الشرموله ديالها، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نديو لها لطريقه الطهي. اذا كيف ما كتشوفوا حبيباتي، من بعد ما خرجت الثلاجه ديالي بات ليله كامله وهي راقده في هذيك الشرموله اللي درنا ليها، غادي ندوزو دابا باش غادي نطيبوها مجموعين. لاجل ذلك غادي نحتاجوا بعض المقادير ماشي بزاف. اذا في البدايه غنحتاجوا مجرد بصله واحده في هذه المرحله، بصله واحده متوسطه مشلده. غنحتاجوا كاس ديال الزعفران، كاس ديال الماء سخون درنا فيه شويه ديال الشعيرات ديال الزعفران على حسب القياس اللي بغينا. غنحتاجوا معلقه ديال الزيت روميه ومعلقه ديال الزيت بلديه اولا معلقه ونص ديال الزيت بلديه، كنغلبوا زيت البلديه على الروميه، هذا ما نستعملوه حتى تغلى الطنجره وتعاود. وبالنسبه للقشيوشات ديال الدجاج انا غنوريكم، ما غاديش نطيبهم مع المرقه، غادي نسلقهم في البدايه مع دريس ديال الثومه، ومن بعد عاد حتى طيب الدجاجه ديالنا ونزيدوا الكميه ديال البصله اللي غادي ديرنا الدغميره عاد كنرميوهم في التالي. اذا على بركه الله غادي ندوزو نوضعوا الدجاجه ديالنا في الاناء. كما كتشوفوا معايا على بركه الله وضعت الدجاجه ديالي في قلب الطنجره ديالي. انا عندي طنجره كبيره اللي كطيب 3 4 دجاجات الفوق، دونك عملتها في الكوكوط ثقيله ماشي مشكل. نتوما اللي عندكم طنجره صغيره تقدروا تطيبوها في الجميله ولا طنجره كيف ما كتقولوا لها. انا عملت الكوكوط ولكن ما غنقفلهاش، ما نسدهاش، نزيرهاش، غادي غير نغلق الغلاقه وصافي. اذا غادي نوضع الدجاجه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، وهذاك المرق او الصلصه اللي طلقات ست عليها شويه ديال الميه، وغادي نضيفها هي فاش غادي تقلى الدجاجه ديالي. الدجاج ما تيبغيش الماء بزاف، شويه باش ما كيجيش باسل، لان الدجاج لادو ديالو هو الا كثرنا له الماء. غنزيدو ديك البصيله فين غادي تقلى لنا الدجاجه، بصيله وحده باقا بطبيعه الحال البصيله ديال الدغميره. كديروا بالنسبه لكل طير كنديروا ثلاثه ديال البصلات كبار، انا كنبغي الدغميره بزايد دونك كنزيد. بالنسبه ليا ما عنديش مشكل في الدغميره، كنزيد البصله، نقدر نمشي حتى ل 5 ديال البصلات. غنزيد الكاس ديال الزعفران، كاس ديال الماء السخون يذوبنا فيه الزعفران شعره كيعطينا نهائيله للدجاج. ما عارفين ان الزعفران كيتواتى بشكل عجيب مع الدجاج. غادي نخلي الطنجره ديالي كتغلى وتعاود، وعاد من بعد غادي نضيف عليها نصف الكميه ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا حبيباتي هنايا على نار هادئه، وضعت في كاسرول هذوك القشيوشات ديال الدجاج باش يتسلقوا مع رويس ديال الثومه وطريف ديال ورقه الغار او ورقه سيدنا موسى باش كتزول منهم ديك الزفوره اللي فيهم. ما كنزيدهم حتى للتالي حتى كطيب ليا المرقه ديالي، لانه هما ما كيحتاجوش وقت بزاف باش عندي غير الكبيده هنايا مع العنيق راني رميته لداخل. دونك الكبيده غنخليها تسلق مع ورقه سيدنا موسى ومع الثومه، ومن بعد غادي نخليها حتى الاخير من بغي نعلق الدغميره ديالي وديك الساعه نزيدها. اذا حبيباتي انتما كتشوفوا من بعد ما طلعت الغليه الاولى في الكوكو ديالي في الطنجره ديالي، انا غادي نضيف نصف الكميه ديال الزيت. بحال قلتو غادي نضيف نص معلقه ديال الزيت البلديه ونص معلقه ديال الزيت الروميه، وبالتالي غنخلي حتى نبغي نعلق البصله ديالي اللي غادي نضيف. قلت لكم البصله على حسب الذوق ديال الدغميره ديالكم، ولكن بالنسبه للدجاجه وحده كبيره من وزن 2 كيلو 2 كيلو وربع كنعملوا لها ثلاثه ديال البصلات موين متوسطين. انا كتعجبني الدغميره بزاف، كندير حتى 5 6 ديال البصلات، كنكثرها كتعجبني الدغميره كتجي معلكه، وما كاينش اللي احسن من ديك الدغميره ديال الدجاج، هي اللي كتجي زوينه، انا كتعجبني كثار من الدجاج. غنخليو الدجاج ديالنا في هذه الكميه ديال المرق، ما نزيدوش ليه الماء بزاف، وغادي نسدو الطنجره ديالنا بالحق، ما غاديش ندير لها الصفاره، غير غادي نغلقوها بحال هكا، وغنخليوه على نار عفوا مهيله متوسطه ما مجهده ما ناقصه بزاف، ونخليوه ومره مره نجيو نطلعوا عليه. نمشي مره مره ناخذوا الدجاجه ديالنا ونتسكوها، انا كنتسكها غير بهذا القطيب هذا بحال القطبان، القطبان ديال العود. دونك ناخذ كنتسكا سورتو من الجهه ديال الصدر داكوغ، انها الجهه ديال الصدر هي اللي كنبغيوها تدخلها الطياب مزيان. دونك غادي نقبض اون فورشات اللي غادي تعاوني باش ما تحليش الدجاجه ديالي، لان انا ديجا عاقده ليها الرجيلات ديالها كيف ما كتشوفوا. ما غاديش ندير فيها فرشيطه او الموس لان كيبقاو الفلحات باينين في الصدر، فكناخذ غير هذاك القطيب، نقدروا نستعملوا حتى القطيب العادي، وكنتسكو هكا الصدير ديالنا شي تكيكات خفافين
نكتروش عليه باش ما يتحليناش في الطياب. دونك غير باش يدخل له هذاك المرق. دونك هكا تكيكات صغير صافي، ونرجعو نقلبوه باش يطيب على السطر ديالو. ومره مره نحركوه في الطنجره على هذا الجنب وعلى هذا الجنب، ولكن غير شويه باش ما يتحليناش الطير ديالنا. اذا نخليوه هكا نردو عليه ونخليوه يطيب، ومره مره نطيو عليه وندوروه على لقينا صدر طاب ندوروه على الظهر ديالو، ومن بعد نزولوه باش نزيدو البصله اللي غنخليوه هكا تعلق، ونزيدو القشيوشات اللي غادي يكونوا تسلقوا مع ورقه ديال الراند وطريف ديال الثومه، ونوريكم كيفاش غنزيدو دوك المعالق ديال الزيت البلدي اللي كتوقف لينا ديك الضغميره وكتجيبها معسله، ونزوقوا بزويتينات حمرات لان الزيت الحمر كيتواتى بشكل عجيب مع الدجاج حسن من الخضر، ونوريو لكم الطبق ديال التقديم. اذا غادي نتسناو عليه حتى يطيب. اذا كيف ما كتشوفوا معايا خواتاتي، من بعد ما طاب الدجاج ديالنا زولناه كما كتشوفوا، ووضعناه هنايا في هذا الاناء هذا اللي غيدخل الفرن، ودهناه بشويه ديال الزبيده، فرشت له بابي الومنيوم كيف ما كتشوفوا معايا، ومن بعد حطيت الدجاجه ديالي ودهنتها مزيان بالزبيده، وغادي نغطيها شويه وغادي ندخلها للفران، وكل ساعه غادي نهز شويه ديال الزبيده ونعاود ندهنها، كل ساعه نهز شويه ديال الزبيده ونعاود ندهنها حتى تحمر جيدا. السيده اللي كتفضل انها تقليه في الزيت كيف ما كيديروا في العراسات والمناسبات الكبرى ماشي مشكل، ممكن انها تقليه، انا كنفضل انني ندخلو للفران كيتحمر غير زبيده كندهنوه بزبيده. كاين اللي كيبغي نسمو بشويه ديال الموطارد كيخلط الزبده والموطارد وشويه ديال الفلفل الاحمر او التحميره باش يعطي اللون احمر، انا كنكتفي غير بالزبده وكيتحمر كيجي رائع، ولا كولور ديالو دابا تشوفوا معايا اللون ديالو كيفاش كيجي، كيجي رائع ومقرمش من برا وفتين من الداخل. اذا غنحيدو الدجاجه ديالنا ندخلوها للفران على بركه الله، ومن بعد غادي ندوزو باش نشوفو المريقه ديالنا. اذا المريقه ديالنا هي هذه كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي من بعد ما زولنا منها الدجاجه ديالنا. دونك دابا غادي نضيفو ليها البصله. البصله كيف ما قلت لكم انا كنبغي دغميره بزايد، دونك عملت 4 ديال البصلات موين موين ماشي كبار بزاف، غادي نخليهم هكا كي يطيبوا مزيان في الطغميره، وغادي نزيد عليهم ديك المعلقه ديال الزيت اللي بقات ليا ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه، وغادي نسد على الطنجره ديالي حتى تغلى. وبالنسبه للقشيوشات ديال الدجاج فانا هزيت شويه من المرق ودرتهم ليهم باش يزيدوا يغلاو فيه من بعد ما تسلقوا، وغادي ناخذ ايضا واحد شويه فقط غير شويه ديال المرق غادي نعملو في كاسرول اخرى بهذا الشكل، وغادي نجيب الزيتون ديالي اللي كنت رقدتو في شي ديال الماء وديال السكر، زيتون حمر شويه الماء غليان وشويه السكر رقدتو فيها مده ديال واحد نص ساعه، وغادي نضيفو في داك شويه ديال المرق اللي هزيت بهذا الشكل هذا. دونك كنعملو كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وغادي نشعل عليه باش يغلى باش يتزول منه داك الجهد اللي كيكون ديال الحموضه ديال الزيتون. اذا غادي نسد على الطنجره ديالي ديال الكوكوط حتى طيب البصله، ومن بعد غادي نبقى نحرك فيها باش نعسلها ونغمرها، ونوري لكم الشكل النهائي ديال البصله ديالي ديال الدجاجه ملي كتخرج من الفران، ومن بعد ندوزو لطريقه الدغيساج او التقديم. كما كتشوفوا دابا المريقه ديالنا وقفات، هانتوما كتشوفوا كديروا لها بحال هكا وقفات في ديك الزويته ديالها، بقينا كنديوها ونجيبوها حتى دغمرات مزيان ولات مدغمره بشكل يعني جيد. هادي هي الدغميره اللي عندنا، زدنا فيها دوك الكبيدات ودوك القناصات وديك الشيء، ودابا غادي نزيدوا فيها هذاك الزيتون اللي كنا طيبنا حتى هو في شويه ديال لاصوص. كيف ما كتشوفوا كتجي الدغميره ديالنا هكا واقفه، كنخليوها تزيد تغلى واحد الغليه، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نديرو التقديم النهائي للدجاجه ديالنا من بعد ما حمرناها وخرجات من الفران ووقفات الدغميره ديالنا. اذا حبيباتي هذا هو الطبق الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، طبق ديال الدجاج المحمر، كيجي تماما بحال ديال الاعراس، كنقدموه هكا مزوق بشويه ديال الطريف ديال الحامض مصير، وكيكون هكا عامر بالزيتون وبالقشيوشات ديال الدجاج والعنيقات. طبق اقل ما يمكن القول عنه هو انه رائع، كنتمنى انكم تجربوه بالتدقيق يعني تتبع جميع المراحل اللي عطيتكم، كونوا اكيدين انه غادي يجيكم سهل جدا وغادي يولي عندكم معتمد
في الديور ديالكم ان شاء الله مرحيم منازلكم، تيجي بحال دجاج الاعراس دجاج المناسبات، ومع بدايه سنه جديده سنه 2017 نفتتحوها بلمه نديروا فيها شويه ديال الدجاج محمر، شويه ديال الاشياء اللي كتذكرنا بالجو المناسبات والاحتفاليات، ونتمنوها تكون سنه سعيده على الجميع. كنقدموه مرفوق بالقليل من البطاطس المقليه، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال طبق الدجاج المحمر للمناسبات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا عفوا في القناه، قناه عايده للوصفات المغربيه والعربيه، قناتكم بامتياز، ونحن منكم واليكم الاكيد. شاركوا بالضغط على المربع الاحمر وبتفعيل الجرس للتواصل بجديد الفيديوهات. كن سعيده باللقاء ديالي معكم كالعاده، وفي انتظار فيديو لاحق بحول الله.